أبي، لماذا نحن منعزلون ومختبئون هنا منذ سنوات؟ يا بني، لقد كنا نعيش برغد في منطقتنا قبل هذه السنوات. ما الذي حدث حتى تغير الحال يا أبي؟ سأروي لكم الحكاية. في عام 2021 كان أجدادي يتزعمون مركز نشر الإشاعات الرئيسي لسلالتنا في المنطقة. كنا نعمل بنشاط طوال الوقت، حتى أنه لم يتبقى إشاعات مقنعة لننشرها. لكن حتى الإشاعات غير المنطقية كانت تحقق نتائج رائعة. ثم ما الذي حدث يا أبي؟ سأخبركم يا بني. في يوم من الأيام تصدر المشهد مجموعة من الأطباء لتوعية المجتمع، وكان على رأسهم الطبيب أبو ياسر. إخواني أرجوكم اسمعوني، إخواني وأخواتي أرجوكم. إخواني الكرام، فيروس كورونا هو حقيقة، نحن لا نراه لكنه موجود. هناك الكثير من الإشاعات والأخبار غير الموثوقة لا تنصت لها. اللقاحات آمنة وفعالة للوقاية من الأعراض الشديدة لكوفيد-19، وقد خضعت لاختبارات مشددة وتجارب سريرية قبل أن تصل إلينا. هل من الممكن أن أستخدم المضادات الحيوية بدلا من اللقاح؟ اللقاح لا بد منه، فالمضادات الحيوية تستخدم في العدوى الجرثومية فقط، وعدوى كوفيد-19 فيروسية، لذا لا تستخدم للوقاية أو العلاج منه. إذا تلقيت لقاح كوفيد-19، هل أنا بحاجة لارتداء الكمامة؟ اللقاحات لا تمنع الفيروس من دخول الجسم، لكنها تمنع حدوث أعراض متوسطة أو شديدة بسبب الفيروس. الذين يحصلون على اللقاح لا يزالون بحاجة إلى ممارسة إجراءات الوقاية من العدوى، كارتداء الكمامة والنظافة والحفاظ على التباعد الاجتماعي. هل يمكن للحوامل والمرضعات أخذ اللقاح؟ نعم، يمكنهن أن يتلقين اللقاح بعد مراجعة الطبيب المختص في أقرب مركز لقاح. سمعنا جميعا عن متحورات جديدة لفيروس كوفيد-19 في العديد من البلدان حول العالم، فهل اللقاحات المعتمدة حاليا من منظمة الصحة العالمية ستحمينا منها؟ إن تحور الفيروس كان متوقعا نظرا لسرعة انتشاره في العالم، ولكن الأنباء الأولى التي تلقيناها بشأن فعالية اللقاح ضد معظم المتحورات مطمئنة في الغالب. ومنظمة الصحة العالمية ترصد عن كثب أي متحورات جديدة وكل ما يتعلق بفيروس كوفيد-19 وتقديم التوجيهات والإرشادات اللازمة. حسنا، عندما يتوفر اللقاح نرجو إبلاغنا لنزور أقرب مركز. شكرا دكتور، لقد تعبنا من الإشاعات. شكرا دكتور. ومع مرور عدة أشهر لم يتبقى الكثير من الفيروسات، فقد فقدت فاعليتها وبت وحيدا في المركز. لذا لجأت إلى هذا الكهف، فلم يعد لنا تأثير بعد وعي الناس.